قصة عجيبة قبصت وذات كل أورن جري أحمد ابن مهدي عوري نقا عوري أنا وهبين بغداد مريا هبين ماسك الله وين يا حفاد بغداد كم ذا بهوني مر يقصو تجري مركاسي إسانتي وإيدنا شيقتي وحيت تجري وذاتو امتحان يربا يقول دعي وارد ويد بانين اكوف صدي حامل عن عشين كيجي بعد الماضي مرك السؤال اللي جد دين واينا أضام كشيك تي وحاري وحائق به أحمد بن بهدي نيوه إلهي بانك وقول دار شيء هدي اللي يكاوي ديو هاي إنكرم بيت راي الدفري بلاوش أوفرس أدو أنت العشاء تكتي بلا لك نقاقي وإذا يسيس عضا هذي قبل حجام وضوء كويس دكتور نيوه حامل أنا هاي عذر كاسرنا يقول دعاي هبله هبل بال لا يجدر ريه هبل ونصب شقته وليه عدي تايقوس كده ما يشقت ما قاعد ما يشقت وحيد كده هو شخص يقول ده عادي هذا نشين كي يجيب بعض الماضي وسجال كي يجيب بعض بعض الماضي فرير كنا وحنقول وذات كذا يقول صدق قبوا إلما سكان أورولا هاي هدي اللي يكاو يديو نيو لا بنقول ده شيء هاي فضحين أم حدي وحاس كي أحمد مهدي وحوري ثاني يا أبي وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك تهنيه هم بليه لو هم بليه نيو ويل كودا شيء ويل كنا ياو دالي قبل ده هبين دوود يستأكتي وضد يترنيه هاي عيبين يدب كاسر دعوام كشكتي يعني أفرس علم ذو حق بسنة وحان سكدي جاي بود وح كفر حي ويل كودا شيء معصب يا ويل كودا شيء وح كفر حي أن موتشي وأن حمدي كذبنا إمامك بسادك يعني لبدي نارودي وحاري بالعقتة أوجي سلام تحيوه وانس كود عليه هنا أنا أقطع مرة به لبدي دينار أوجي هكذا دقتو أم البحر هكذا دقتي وذهب لبدي نار دوا العق أظفر بدن وسقال جرام الذهب اللي يكون وشنا يقول في العقير ما مركب بيل وان دي بيقول بيل والبا بيل كذا دي بهي بود إمام كذا كان يقول دي به لابس سنو مكي قبر دي سيدا كتشوكتي يا ويلك دنتي بول ويلك رابع دنت لابد سنة بيل ولم بيل كذا يا مراشي مصروف من أدي بهاي رقو حق بصد علم واحد صوم مري إذن كنا نجاسي هاي الشيء ما طيه لأيذن بنو ميني ها شغل صومالي لا يبقى كل رسول حيتنا يفضي حيني يا أوغن وحولي أدو حد كشي أو كوا دلهم بابي إنكره يعني كوا نه عروت دلهم بابي كده كوا ضفيرها يعني إيه مرسلهم بكو ضفيرها يا ليب ماله مركا لبسنا مركان لبسنا مركان بيل كي أن وذي يا ويل كي تي الله كتبت هذا نحافظ دي إمام كريم قدام بيسو تعزيب والشيخ إبلو شيخ أحمد إن لله ما أخذ ولهم ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب وين اسم رجيب ولا نمرك نيو الكد انت بانس كد جاي جيري ايان ماشى صادق تيبو ما المكد بي جوار دي سي قصو هالشيء بعد انا ويتمد وانا صعدي قوات الرب حياتي لي احمد وخير الله كسفي عيب تدا استر الله عيب تدا استر ما لينك يا ام شل عقت انا ودي بي الى لبد سنه بيل كان ادرها هي قند كو ودي اي كان تيبو وتريد ذهب كذا ودم واقع. أنا ذي عب أسطرتان ربي. بيل يا مرشين مشروف في أدوية كامر من بيت. وأنا عب أسطرتي عب تدا الله أسطرو. العقد هذا نوات. حارب العقد تن. ويل كان كحيلنا يويل كان إسكالها. أصيغ هذو دنتينا. هذا بحال كيسالي. كا قادم هاي هو لك. تيدو عيسي ذهب كذا قاتي الله بتيبور. ساسان ربي هو أسطري بارك. ب محسن شيخ خاص
هل كان وياه ده بين بوم شجع سوما لو شجع إنه قبر المسلم هذا عيب هذا أسطر أو شجع تين لقف صدي إنه أكتا إنه يصير عطاي إنه بقول كاسك ولا يبغى موجي إنت أسوبي له هاي بركو جيريو ذي بو يو جيري جيري عمرته يو نقول كدين تاي لعقتنا واجد نبوا قسم رنا نك هذا إنت أسود القضاء ما العقب قضاء هي حول عقتنا المهم كل حجين ريء أسكان إسكالة هاي هدو جيريو ذي دخل كيسي هذا إسكالة قاضي وصاص كلهم بي يعني وحول برقة قبصرية طلقات كاسيو مسلمين تعبتوا إلا أسطورة للدورة هي إلا قوقو ولا طبقة لما دون يسود أوجو الشيء إسكالة عليها وش أيضا قوة هذا الشيء نك الضفرنا الناس جوري وعيد جنبه وكل مثال يسوي وش أيضا يا شيخي ذهب أكو شيء سيركا سيعلمون ملا ذهب أكو شيء أحمد مهدي قال سيركا في رتوس بالورقة يسقي صدق إن شاء الله